معركة عنيفة أوصلت قوات الجيش والمقاومة الشعبية إلى قلب قاعدة معسكر خالد يقع المعسكر الأكبر في الساحل الغربي بين تعز والحديدة حيث نجحت وحدات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باقتحامه بعد معارك بارية خاضتها قوات الجيش ضد ميليشيات الحوثي بتغطية من طيران التحالف العربي مع اقتحام أسوار المعسكر من عدة جهات والسيطره على اغلب مرافقه وملحقاته تكون الميليشيا قد منيت بهزيمه قاسيه وتكبدت خسائر كبيره بالارواح والعتاد الجهه الغربيه والجنوبيه كانت مسرح العمليات العسكريه حيث اقتحمت القوات اسوار ونوبات الحراسه ومنها استمرت بالتوغل الى داخل المعسكر لتتمكن من السيطره على مقر القياده ومنصه العرض العسكري بحسب معلومات يجري تداولها مصادر ميدانيه تحدثت ان قوات الجيش تواصل خوض معركتها باطراف المعسكر من الجهه الشماليه ويتزامن ذلك مع عمل فرق نزع الالغام وتفكيك العبوات الناسفه لاستكمال السيطره على المعسكر بشكل كامل يرى مراقبون ان استعاده معسكر خالد واحده من الخطوات المهمه في طريق خلخله قوه الجماعه الانقلابيه واضعاف ما تبقى من تواجدها في الساحل الغربي التي كانت تعتمد بشكل رئيسي عليه وتتخذ منه محطه انطلاق وقاعده لتدريب عناصرها